بهدف دعم السياحة الداخلية التي باتت من المقومات الأساسية الذي يعتمد عليها القطاع السياحي منذ بداية الأزمة في سوريا. وبمناسبة يوم السياحة العالمي أقيم في محافظة السويداء احتفال تضمن نشاطات ثقافية وترفيهية وفنية بحضور فعاليات شعبية ورسمية وحزبية، تكريما من وزارة السياحة لمحافظة السويداء التي يقال فيها هي متحف مفتوح في الهواء الطلق. والحقيقة أنه مشاريع سياحية ضخمة في فترة هذه الأزمة تقام بالسويداء، ونحن نشد على أيدي المستثمرين والمغتربين للاستثمار في محافظة السويداء لتمتعها بالتاريخ، بالطبيعة، بالمناخ، ولتقديم كل إمكانيات المستثمرين في هذه المحافظة. يوم السياحة العالمي كان تحت شعار السياحة للجميع، ونحن في السويداء كان شعارنا سياحتنا انتماء ومرآة للحضارة والبناء. قصدنا من خلاله أن سياحتنا تنتمي إلى هذا الوطن الغالي، وأيضا هي مرآة عاكسة لحضارتنا وللبناء التي تقوم بها السياحة. طبعا نحن تشجعنا على السياحة الداخلية كثير، وكان همنا الوحيد أنه ما تنقطع السويداء هاي المحافظة الآمنة عن شيء اسمه سياحة، نقني السياحة بمفاهيم صناعة. تشهد السياحة الداخلية تحسنا ملحوظا في الآونة الأخيرة في كافة المحافظات، تزامنا مع الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري. السياحة طبعا مع بداية الأزمة كان في معاناة كثير، ولكن الإرادة للمواطن العربي السوري ولابن هالمنطقة وابن المحافظة قدرنا نتغلب على كثير صعوبات، وإن شاء الله الأمور عم تتجه يعني من سنتين ماضين ولحد هلأ عم تتجه نحو الأفضل بكثير. وزارة السياحة تسعى منذ بداية الأزمة إلى تنشيط وتفعيل السياحة الداخلية من خلال تقديم الخدمات للعائلة السورية محدودة الدخل وتوسيع أماكن الارتياد خاصة في الأرياف السورية، والعمل على تفعيل الجزء الإلكتروني للفنادق السورية والتسهيلات اللازمة لتجاوز العقوبات المفروضة على الطيران والحجوزات الإلكترونية، وتفعيل دور مكاتب السياحة والسفر في السياحة الدينية والمشاركة بكافة الفعاليات التي تقيمها وزارة السياحة.